قيادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت حفلا لتكريم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارات الخدمية التابعة للجامعة. ويأتي الحفل تقديرا للجهود التي بذلها الأكاديميون والأساتذة ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية من خلال تطوير البرامج والمقررات الدراسية في الجامعة. وخلال الحفلة أشاد عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور إبراهيم كرم بالدور الكبير لأعضاء الهيئة التدريسية والذي انعكس إيجابا على مستوى التعليم في الجامعة. قدمت الكثير وما زلت تقدمون، وإن شاء الله نستمر في هذا التقديم وفي هذه الخبرات، ونصب أكثر من ذلك إلى تطوير البرامج خاصة برامج العمادة. فنحن أمام مرحلة جديدة من تغيير من مركز خدمة المجتمع إلى عمادة خدمة المجتمع. وتكوننا عمادة خدمة المجتمع بمعنى تقريبا حنأخذ الجانب الأكاديمي أكثر من الجانب التجاري السميان على أساس تسويق للدورات وما شابه ذلك. وهذا التطوير في حاجة إلى تطوير المقررات وتطوير الدورات وتطوير الأفكار. ما قدمه الزملاء وما يزالون يقدموه في هذه العمادة من مساهمات تربوية وتعليمية حقيقة أثرت كثيرا في الساحة الأكاديمية من خلال المؤسسة الرائدة والمتميزة جامعة الكويت. كم يشعر الإنسان بالفخر عندما يقدم عملا علميا تستفيد منه وتتوارث منه أجيال جيل بعد جيل.